الله ينور. انت يا شمشومة بتقولي من دماغك ولا انت بتبصي في الكتاب؟ لا من دماغي. طيب ماشي، يبقى تاني يا جماعة تاني. ده المرة الجاية في امتحان، المرة الجاية في امتحان اللي مش مذاكرين. الأستاذ آدم حمد لله على السلامة. عاملة ايه؟ بس يعني انا يمس ازاي؟ معلم يعني يمس مش مذاكرة وانا لسه داخل الحصة. ما هنشوف لسه يا باشا مذاكر ولا لا. يبقى الضباب الدخاني بيعمل ايه يا حبايبي؟ بيعمل حاجتين، قلنا ان هو يمس بيسبب الهواء، ولما يمس الهواء يتلوث يمس، فاحنا يمس بيتنفس الهواء ده، فيمس لما الله ينور. الهواء يتلوث فبيروح داخل على الرئتين وملوث الرئتين. الله عليك يا آدم شاطر. يبقى بيسبب تهيج الجهاز التنفسي او الرئتين وكمان بالعيون. يا جماعة ما الصور قدامكم اهي. وبعدين قلنا ليه؟ طب يمس هو ليه بيعمل الحاجات دي؟ بتحمر يمس، وبتخلي العيون بتبقى حمرا الله وبيضعف ينور. النظر. وقلنا ليه يا جماعة؟ قلنا عشان هو بيحتوي على جسيمات، الجسيمات الصغيرة دي هي اللي بتعمل تهيج في العين جسيمات لما بتخش جوه العين. من وكمان حرائق يمس القمامة وكده. الله ينور. طيب حبايبي تعالوا بقى النهارده نخلص الدرس الرابع، عشان زي ما اتفقنا المرة الجاية هيبقى في امتحان على كل اللي احنا اخدناه. المرة الجاية امتحان على كل اللي احنا اخدناه، انا عمالة بقرر اهو كذا مرة. طيب احنا اتفقنا مع بعض من اول المفهوم خالص ومن اول الترم خالص، مش احنا بنتكلم على الطاقة صح يا مس، ومصادر الطاقة، وقلنا عندنا مصادر الطاقة حاجات كتيرة زي الكهرباء، زي الوقود، زي الطاقة الشمسية، عندنا حاجات كتيرة قوي هي اللي بتدينا طاقة. طب يا ميس، هو احنا الطاقة دي أصلا كلها على بعضها كده بنستخدمها في إيه بقى؟ قال لي والله ليها استخدامات كتيرة جدا. قال لي والله أنا بستخدمها في المصانع زي ما انتوا شايفين الصور. حبايبي انا بحط الصور ديت مش عشان انتوا تتفرجوا عليها وخلاص، عشان تركزوا فيها. اول حاجة بستخدمها في المصانع. هو المصانع دي مش عشان تشتغل محتاجة طاقة ومحتاجة طاقة كهربية؟ ايوه يا مس، بس هما يا مس ممكن يستخدموا الطاقة الكهربائية بدل البترول، بدل يا مس يا باشا الطاقة يا يا مس باشا انا بتكلم، الحفرية. انا بتكلم هنا على الطاقة عموما بقى، اي نوع طاقة انت تحبها. الطاقة ديت ممكن تشغل لنا المصانع، ممكن تشغل لنا العربيات، القطارات، السفن، كمان حتى في البيوت عندنا المنازل بنحتاج طاقة زيادة، وتولد في المصانع كل دي محتاجة كهرباء كمان خطوطا. يبقى احنا طول الوقت محتاجين طاقة صح؟ صحيح بس. صحيح يا وخصوصا خصوصا الطاقة الكهربية. واحنا اتفقنا ان الطاقة الكهربية بحصل عليها من حرق الايه يا جماعة؟ حرق يا مس الفحم، حفري الفحم ولا الوقود الحفري عموما يا ادهم؟ الوقود انا الحفري قلت الوقود الحفري عموما. الوقود الحفري عموما، الوقود الحفري عموما زي ايه؟ الفحم زي بس النار ولا غاز الفحم، الطبيعي؟ ولا غاز يمس الله ينور. الطبيعي، وممكن زي يمس كمان من الشمس. الله ينور، الفحم والنفط والغاز الطبيعي كل ده وقود حفري، انا بحرقه. طب لما بحرقه بيديني طاقة ايه؟ طاقة كهربائية. لا قبل الطاقة الكهربائية يا هشام، لما اجي بحرقه بيديني حرارية طاقة ايه؟ حرارية حرارية. وبعدين حرارية كهربائية. جماعة مين توليد ممتاز يقول لي؟ الكهرباء من المياه. الله جماعة قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا أول حاجة بيبقى عندنا طاقة حرارية من الحرق. اسمعوني بس لو سمحت، اسمعوني. أول حاجة بيبقى عندي الوقود الحفري بحرقه يديني طاقة إيه؟ حرارية وبعدها حرارية. كهربائية. لا 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 لا، بعد الحرارية مين يفتكر من الحصة اللي فاتت الحرارية بتتحول لطاقة إيه؟ حركية. مين اللي قال؟ يا أدهم أنا أنت أنا إنسان ممتاز، اللي قال حركية ممتاز. والحركية بعد كده بتتحول لإيه؟ كهربائية. طيب كهربية. الله ينور يا هشام. كهربائية يبقى تاني بقى يا جماعة، يبقى تاني أوعوا تنسوا تحولات الطاقة في الكهرباء. فين بقية الناس اليوم؟ الشمسية يا مس، طاقة حرارية تاني تحول بتتحول لطاقة حرارية للكهرباء. تاني تحول لطاقة كهربائية. قلت إيه يا آدم معلش؟ أصلا يمس عموما احنا بنولد الكهرباء يمس من الشمس والماء، وهما يمس أكتر طاقتين مش بيخلصوا.
ماشي، انا بتكلم دلوقتي يا ادم على الكهرباء. بس احنا قلنا ان احنا ممكن اقول بنجيبها حاجة؟ من حرق الوقود الايه، بس ممكن اقول الحفري. حاجة؟ ممكن اقول حاجة؟ نعم يا ادم اتفضل. احنا بنجيب الطاقة الحرارية من الوقود الحفري لما بنحرق الوقود الحفري. بعديها الطاقة الحرارية دي بتعمل ايه؟ بتسخين المياه لتكوين البخار، وبعدها البخار ده بيخش الأنابيب، بعدها تتحرك التوربينات اللي هي التوربينات ديت اللي بتجيب الطاقة الحركية، الله ينور. وبعد بعدها كده بيشغل المولد، المولد الذي يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وبعدها الله بيكون ينور. في سلوك كده بيكون فيها كهرباء بتروح للمنازل بقى والشركات الله ينور والمصانع عبر الأسلاك. الله ينور. طيب يعني كده حبايبي، الله ينور عليك يا ادم، شكرا حبيبي. يبقى احنا كده يا جماعه اتفقنا مع بعض ازاي قد ايه الكهرباء مهمه، واحنا بنحصل عليها منين؟ بنجيب الوقود الحفري فبنحرقه. طيب قولوا لي، هو الوقود الحفري ده سكر ما عندوش غلطات ولا بيسبب ملوثات وحاجات للبيئه؟ بيلوث أيضا الله ينور حبايبي. زي لو سمحت سيبوني اشرح بعد اذنكم. زي ما الوقود الحفري، بس عايز اقول لكم حاجه حبايبي، لما بتقفلوا الكاميرا انتوا بتقللوا التواصل اللي بيني وبينكم، يعني انا بهتم اكتر، يعني انا طول الوقت شايفه شام مثلا، وطول الوقت شايفه بخلي بالي من حركاتها السلام ورياكشناتها، عليكم. مهتمه بيها اكتر. ليه؟ 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 عشان انا شايفاها فقادره اهتم بيها واتواصل معاها. لكن لما انتوا تقفلوا الكاميرا حتى لو التواصل هيقل. سمحتك ممكن لو سمحت تفتحوا الكاميرا؟ فتح الكاميرا. بص، انا لما ادهم فتح الكاميرا دلوقتي انا ههتم بيه اكتر وهخلي بالي منه اكتر. كل ما تفتحوا الكاميرا معنى كده ان انا ههتم وهتواصل معاكم احسن. ممكن لو اخليه سمحت يفتح تفتح مواد الكاميرا؟ زمني. لسه انا هقعد فتحت الكاميرا. طيب يلا حبايبي. يبقى تاني بقى، زي ما قلنا ان الوقود الحفري دوت مهم قوي في توليد الكهرباء، هو كمان ليه اضرار، ان هو بيسبب تلوث الايه يا جماعه؟ البيئة، الهواء حبايبي او شايفين، البيئة شايفين الضباب اللي طالع دوت من المصنع اللي تحت اللي عماله بشاور لكم عليه؟ عارفين ده ايه اصلا؟ هو ده قص المصايب كلها. هو البخار غاز. يا مثل اللي هو بيكون بيطلع من تسخين المياه. لا لا مين لا ده لا، غاز انا ثاني اكسيد؟ بتكلم يا ادهم، لا لا لا، ده حاجه تانية. انا دلوقتي لما اجي احرق الوقود الحفري يا ادهم، بينتج عنه ضباب اسود كده. فاكر، فاكر اللي احنا اتكلمنا عليه؟ بس هو الضباب ده يا جماعه عباره عن غاز اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون، هو اللي لونه اسود ده، هو ده قص المصايب، هو ده اللي بيعمل لنا تلوث. يبقى تاني بقى يا جماعه، احنا قلنا ان الوقود الحفري دوت بيعمل لنا الكهرباء، حلوه قوي، لكن هو ليه اثار سلبيه وليه مشاكل. ايه المشاكل بتاعته؟ ان لما اجي احرقه بينتج عنه غاز اسمه غاز ايه؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون ده هو قص المصايب. هنتكلم دلوقتي على مصايب ومشاكل، مين اللي بيعملها؟ ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد غاز ثاني الكربون. اكسيد الكربون. طب غاز ثاني اكسيد الكربون ده بينتج عن حرق الوقود اللي ايه يا جماعه؟ الحفري. الحفري. يبقى لما اجي ازنقك في الامتحان واقول لك مين هو السبب الرئيسي في حدوث مشكلات بيئيه، تقولي لي غاز ثاني عشان اكسيد ايه؟ غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز يبقى يا ثاني ادهم، أكسيد الكربون. يبقى يا ادهم، ايه هو الغاز المسؤول عن حدوث مشكلات بيئيه؟ هو غاز ثاني أكسيد الكربون. انا بقول ادهم. ادم معلش، ادم معلش، انا غلطت في الاسم. ايه هو الغاز اللي بيسبب مشاكل في البيئه؟ غاز اسمه ايه؟ عايزين نسأل اسرع يا ادهم، يا ادم اقصد. يا مس معاك يا ادم، اتفضل. طب يلا يا هدى، اسمه ايه الغاز اللي بيسبب مشاكل في البيئة؟ غاز ثاني أكسيد الكربون. طب وغاز ثاني اكسيد الكربون ده يا هدى بينتج، الكربون بينتج نتيجة حرق الايه؟ ينتج نتيجة حرق النفط يا الايه؟ مس. غاز النفط. هو بيجي ليه؟ بيجي منين يا هدى؟ هو اصلا بيجي منين؟ نتيجة ان انا بحرق الوقود الايه؟ الوقود الحفري. الحفري.
يبقى تاني يمس يا اللي هدى. من جوه ويمس انا اهو. طب بص يلا بينا حاجة، يا ادم. انا دلوقتي يا ادم بجيب الكهرباء عن طريق حرق الايه؟ أعطاك يمس حاقة لوقود الحفل. حرق الوقود الحفري. طب لما اجي احرق الوقود الحفري يا يوسف بيديني غاز اسمه ايه؟ أكسيد الكربون. ثاني اسمه ثاني قلت له اكسيد مش الكربون. سكري. ثاني اكسيد الكربون. طب يا يوسف هو ما قلتش ثاني كده اكسيد بس. الكربون ده بينتج نتيجة حرق الايه؟ إيه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون بينتج نتيجة حرق الايه؟ النار؟ الوقود الايه؟ الحفرة. الحفري. حبايبي يبقى اتفقنا مع بعض ان لما الوقود الحفري يتحرق بينتج عنه غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده بيعمل مشاكل كتيره جدا. طب زي ايه بقى المشاكل؟ اول حاجه بيعملها ثاني اكسيد الكربون حاجه اسمها الامطار الحامضيه. دي عباره عن امطار ملوثه. هناخدها دلوقتي. يبقى تاني اول الأمطار حاجه الحمضية بيسببها دي ثاني اكسيد بتموت الكربون الامطار الايه؟ الحمضية الأمطار الحمضية دي بتموت الحامضيه. الأشجار. تاني حاجة حبايبي بيعملها غاز ثاني أكسيد الكربون حاجة اسمها الاحتباس الحراري. حاجة اسمها إيه؟ السلام السلام عليكم يا احتباس مصر. الحراري. الاحتباس الحراري. يبقى تاني بقى، تاني يا جماعة، السلام أنا عليكم دلوقتي يا لما أجي أحرق الوقود الحفري بيديني غاز اسمه إيه؟ غاز يا ثاني مس أكسيد لو سمحت. الكربون. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا مس، انا اشتكت لك برضك من المره اللي فاتت. في ولد بيجاوب مكان هدى، فغلط يعني بصي لما هو حضرتك، يجاوب مكانها. في بصي يا ولد حضرتك، بيجاوب مكان هدى كل مره. بصي يا فندم، انا واخده بالي، انا لما باجي بسال هدى مفيش حد بيجاوب مكانها. لا ممكن انا اسال سؤال عام فالكل بيجاوب مع بعض، لكن لما اجي اقول يا هدى جاوبي هي اللي بتجاوب. ساعات بتغيب قوي في الرد فهي مش بتبقى عارفه، فبقول لحد تاني غيرها يجاوب. لا هي بتقول هي احنا عندنا الشبكة ضعيفة، عبل ما بيوصل الصوت او بيوصل لك فبتقول لي كل مرة في ولد بيجاوب مكانه. وانا لاحظت لا على لا المرة اللي والله فاتت كنت قاعدة جنبيها برضه. انا والله بخلي بالي منها، وزي ما بقول لحضرتك، بس ساعات هي بتطول قوي، يعني بتطول زيادة عن اللزوم، ولا هي بتقعد تفكر فما بتبقاش عارفة، فبخلي حد تاني يجاوب مكانها. لكن هي ما تقلقيش حضرتك، ماشي هي بس معلش خليها اديها فرصة برضه. ما تقلقيش. حاضر والله انا بديها فرصة من غير ما تقول. ماشي شكرا لحضرتك يا مس. وهي شطورة، هي شطورة ما تقلقيش، هي بس بتركز معايا اكتر من كده شوية، صغيرين بس، يعني هي 9 من 10، خلاص فعايزة تمام. التركيز بتاعها يزيد سنة كمان بس. ماشي شكرا لحضرتك يا مس. ماشي حبيبي. يبقى تاني يا جماعة بقى، لما اجي احرق الوقود الحفري بيديني غاز اسمه ايه؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده يا جماعة بيعمل كام حاجة؟ حاجتين. مين يقولهم لي؟ أنا مس بيخلي مس السلام عليكم. الأمطار الحمضية. وعليكم السلام يا حمزة. بيخلي الرئيسين مس لا لا لا، أنا يا بقول مس لك غاز ثاني أكسيد الكربون يا أدهم، بقول لك غاز ثاني أكسيد الكربون بيعمل لنا، قلنا حاجتين، إيه هم؟ إيه وإيه؟ مس أنا عارفة قولي يا شام. الأمطار الحمضية الله الأمطار الحمضية ظاهرة الاحتباس الحرارية. وظاهرة بس الاحتباس الحراري. فهمت حضرتك يا قصدك مس ايه ما بس. الكلام، ما انت دخلت متأخر يا حمزة، وده حاجة غلط قوي حبيبي، ما ينفعش المفروض تدخل ان انا في متأخر. لينك. انا بعت اللينك على الجروب. طيب ركز معايا يا حمزة، قلنا حبيبي ان لما اجي احرق الوقود الحفري بينتج عنه غاز اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى لما اجي احرق الوقود الحفري بينتج عنه غاز اسمه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون ده يا حمزة غاز تام وحش قوي، بيسبب مشكلتين مهمين قوي، مشكلتين بيلوثوا البيئة. اول واحدة اسمها الامطار الحامضية. تاني حاجة بيسببها وظاهرة ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري. يبقى مين اللي بيسبب الامطار الحامضية والاحتباس الحراري؟ غاز ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. الله ينور عليك. ركز معايا بقى من اللي جاي حبايبي، كل جزئية هخلصها هسمعها من اول دلوقتي. لو سمحت الكل يفتح الكاميرا، هدى وحمزة ويوسف وآدم يفتحوا الكاميرا، وأدهم. فتح الكاميرا. طيب
تعالى نتكلم بقى على أول حاجة عندنا وهي الأمطار الحامضية. اتفقنا مع بعض مين أص المصايب اللي بيسبب الأمطار الحامضية؟ غاز اسمه إيه؟ ثاني عنده ثاني اكسيد الكربون، ثاني أكسيد مش غاز الكربون. ثاني اكسيد طيب الكربون. طب والله حبايبي العظيم يا بصوا، انسان اول واحد في السماء يمسك المقفول، طيب شايف مصدقاك يا اي آدم، سنة مصدقاك واحدة من انا حبايبي. الاول اللي جاوبت. سمعت هدى، سمعت هدى وسمعت آدم وسمعت هشام وسمعتكم كلكم حبايبي، ما تقلقوش. طيب انا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان المصانع بتحرق الوقود الحفري فبينتج غاز ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون دوت بيفضل يمشي في الجو، يمشي في الجو وبيتحد مع بخار الميه اللي في الجو، فيجي ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه يتحدوا مع بعض ويدونا حاجه اسمها الامطار الايه يا جماعه؟ حميدة حمضية. الحامضية جماعة دي أمطار سامة جماعة، دي أمطار مليانة ثاني أكسيد كربون السام. طيب يعني بتعمل إيه الأمطار الحامضية دي؟ قالت بتعمل مشاكل كتير قوي. أول حاجة بتموت الأشجار، لما الأمطار دي بتنزل على الأشجار بتعمل إن الأشجار بتموت. الأمطار دي كمان لما بتنزل على البحيرات بتقتل السمك. ثاني يا جماعة، هي أمطار عادية ولا أمطار سامة فيها ثاني أكسيد كربون؟ واحد يبقى تالت أمطار سامة. أمطار جبنة سامة جبنة معايا يا لا آدم؟ اسلم أقلها يوسف وحمزة معايا؟ اسلم أقلها معك يا مس طيب تاني يا جماعة، وحش الأمطار الحامضية دي نتيجة اتحاد إيه مع طب إيه؟ حلو غاز ثاني أكسيد الكربون مع مش بخار المية. حكي لي يبقى بك تاني، ثاني أكسيد الكربون بيتحد مع إيه؟ مع غاز مع ميه البخار، مع بخار المية اللي في الجو، ويدينا أمطار حامضية. الأمطار دي يا جماعة بتسبب مشاكل كتير أوي، زي موت الأشجار، تغير الطبيعة الكيميائية للبحيرات، يعني البحيرات بتبقى مش على طبيعتها وبيؤدي إلى موت السمك. كمان بتغير الطبيعة الكيميائية للتربة، يعني الطبيعة الكيميائية يعني مكونات التربة، المكونات بتاعة التربة بتتغير نتيجة إن الأمطار الحامضية نزلت عليها. كمان يا جماعة الأمطار ديت بتدوب الصخر، يعني لما بتيجي على الصخور بتنزل عليها بتدوبها، فبتخلي المباني تتآكل. بصوا الحيطة دي كده متاكلة ازاي؟ الحيطة دي متاكلة نتيجة الأمطار اللي ايه يا جماعة؟ الحامضية. الحمضية الحامضية. يبقى تاني بقى آخر مرة قبل ما أسمع، الأمطار الحامضية جاية منين؟ مين اللي سبب الأمطار الحامضية؟ غاز اسمه ايه؟ ثاني أكسيد غاز الكربون ثاني أكسيد الكربون. الكربون غاز ثاني أكسيد الكربون دوت اتحد مع ايه وعمل أمطار حامضية؟ بخار الماء. ماء تحدي يمس مع البخار. يمس بخار الماء اللي في الجو عشان اتحد مع يمس بخار يسبب الماء. الأمطار الحمضية ويمس الله الأمطار ينور. يبقى الحمضية بتؤدي لموت الأشجار والتسبب يمس في الله تغير ينور، البحار وموت وتغير الأسماك طبيعة البحيرات وكمان التربة، وكمان بتأدي إلى تآكل الصخور، فبالتالي المباني بتتاكل يا جماعة. تبقى أنت قاعد وتلاقي الإيه، الحيطة اللي فوقك متاكلة عشان نتيجة الأمطار الإيه، الأمطار الحامضية. يلا بينا يا حمزة. نعم بس جاهز يا باشا؟ يلا بينا حبيبي. اتفقنا مع بعض يا حمزة. أنا دلوقتي بجيب الطاقة أو الكهرباء عن طريق إيه؟ عن طريق حرق نقط. عرق الوقود الحفري شكرا. طب ويا حمزة برضو لما اجي احرق الوقود الحفري بيديني طاقة ايه؟ طاقة حرارية وهوديها للماء عشان اسخنه وهيديله بخار الماء شكرا يا حموزة، شكرا. طب يلا بينا يا يا مسا هدى. بتعرف تمام انا يا مسا دلوقتي يا بتعرف هدى لم تمام انا دلوقتي يا هدى لما اجي احرق الوقود الحفري هيديني ايه؟ هيديني أول حاجة طاقة حرارية، كمان بيديني غاز سام، اسمه إيه الغاز ده؟ ثاني أكسيد الكربون شطورة، غاز ثاني أكسيد الكربون. بنشغل الحمام طيب يا يوسف، يا ماس وإيه يا حمزة؟ عايز أعمل حمام بسرعة يا حمزة، ومحدش يقولي حمام تاني، آخر مرة هوافق، ممنوع الحمام تاني خلاص. يلا يا يوسف.
نعم. يلا حبيبي، اتفقنا مع بعض ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده غاز مليان بالملوثات، بيعمل مشكلتين مهمين قوي يا حمزة ان احنا نعرفهم. ايه هما المشاكل دي؟ بيعمل ايه وايه يا يوسف؟ يا جماعة الكل يفتح الكاميرا، جماعة جماعة النهاردة لو ما فتحتوش الكاميرا جماعة هزعل منكم قوي بقى. خلي بالكم الحصة الجاية ليه في خد بالك امتحان انا كده فاتح كده. الكاميرا الزاوية، انا ماشي فاتح يا الكاميرا. ادهم، انا مش شايفة وشك، انت جايب لي السقف، انا مش شايفة وشك. الكل يفتح الكاميرا، ادم يفتح الكاميرا يلا. ماشي انا فاتحها. انا عارفة يا شيم والله، انا عارفة مين فاتح ومين مش فاتح. يلا يا يوسف، يوسف اللي خرج شكله. ماشي ماشي، يلا يا بينا يا آدم. يلا حبيبي، اتفقنا مع بعض يا آدم إن غاز ثاني أكسيد الكربون بيعمل مشكلتين، إيه هما؟ غاز ثاني يمسك اكسيد الكربون بيعمل ايه مس؟ آه حبايبي، الكل يجيب الكاميرا على وشه عشان أنا مش شايفاكم. الكل يجيب الكاميرا على وشه، آدم وأدهم. ياسمين انا جاي بينسو. يلا يا آدم بسرعة حبيبي، آه بيعمل ايه وايه غاز ثاني أكسيد الكربون؟ يا حمزة اقفل ماشي الكتاب، يا يا حبيبي اقفل الكتاب، والله والكل يقفل العظيم الكتاب اسمع وركز معايا معايا. الكتاب، والله اسمع معايا الكتاب. ما انا عارفة، انا بقول لحمزة آه يا آدم بسرعة ولا خلي حد يجاوب غيرك. غاز ثاني يمسك طيب اكسيد الكربون ب ب ب يلوث يمس مياه البخار التي في الجو غلط غلط، يلا يا وتسد. ادهم، ادهم يلا حبيبي. عايز آه غاز ثاني اكسيد الكربون بيسبب الأمطار مشكلتين مهمين قوي، ايه هم؟ الحمضية الامطار الحامضيه وظاهره اسمها ايه؟ لسه حضرتك بتقولي مش الأمطار الحمضية. لا لا، انا قلت الامطار الحامضيه وظاهره، الله ينور، كمل. تمام يا مس، ما كنت يا مس وظاهرة بقول اللي هو اللي يمس غاز ثاني أكسيد الكربون عيلوس يمس البخار الماء، وهو كده يمس يتسبب في يمس الأمطار الحمضية. ماشي حلو. ايه تاني يا ادم غير الامطار الحامضية؟ في ظاهرة تانية اسمها الاحتباس، الحرارة الاحتباس الحراري، الله ينور. طيب اتفقنا مع بعض ان الامطار الحامضية ده يا شام بتيجي نعم نتيجة اتحاد ايه مع ايه؟ غاز ثاني أكسيد الكربون وبغاز ماء. وبخار الماء اسمه ايه حبيبتي؟ نعم اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الايه؟ بخار الماء. بخار الماء. طب يا يوسف يا اللي كل شويه تقفل الكاميرا لحد ما انا اسالك وترجع تفتحها وانا كده مش فاهمه، يعني لو الحركه دي اتكررت انا هشتكي لولي امرك يا يوسف، لو الحركه دي اتكررت انا هشتكي لولي امرك. يلا يا يوسف، الامطار الحامضيه بتسبب اضرار زي ايه؟ بتسبب أضرار زي إيه يا آدم؟ بتسبب يامس أضرار زي إيه؟ أسرع بس. تأكل تأكل يامس الصخور. الصخور، إيه تاني؟ مين يقول لي إيه تاني؟ إيه تاني يا هدى؟ مس أنا عارف تاني، ماشي. مس أنا عارف تاني. إيه تاني يا شام؟ يعني مس ايه تاني حبيبتي بتعمله الامطار الحموضيه؟ طبيعة التربة الله مس ينور. يبقى وموت يا جماعه الأشجار. هدى، عرفتي يا هدى ان انتي المفروض تركزي معايا اكتر؟ اديني سبتلك وقت اهو وبرده ما كنتش عارفه الاجابه. حبيبتي ركزي معايا اكتر من كده، انتي شطوره بس عايزاكي تركزي معايا اكتر من كده. يلا بينا، اتفقنا مع بعض. ايه تاني غير الامطار الحموضيه؟ عندنا ظاهره اسمها الاحتباس الايه؟ الاحتباس الاحتباس الحراري. الحراري.
مين اللي بيسببها برضو؟ غاز اسمه ايه؟ غاز ثاني اكسيد نسيج الكربون. الكربون. انا مثل حبايبي عارفة الضوء يعني ايه احتباس حراري؟ يعني الحرارة بيكون محبوسة كوكب جوه الغلاف الأرض. الجوي. حبايبي تاني يا جماعة، يعني ايه احتباس حراري؟ يعني الحرارة محبوسة جوه الأرض، فالدنيا هتبقى حر ولعة. حبايبي من عظمة ربنا في الكون اللي الحرارة ما بتفضلش محبوسة جوه الأرض، بتطلع بره الأرض شوية فالجو بيبقى معتدل، لكن لو الحرارة احتبست جوه الأرض هتبقى مشكلة كبيرة ولا لأ؟ هتبقى مش مشكلة كبيرة. حبايبي لما غاز ثاني أكسيد الكربون يزيد أوي 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 بيعمل طبقة حوالين الغلاف الجوي، في الغلاف الجوي تاني، بيعمل طبقة في الغلاف الجوي. الطبقة بتاعت الغلاف الجوي ديت بتعمل ايه في الحرارة؟ بترفع درجة الحرارة، بتخلي في الأرض، الكل يبص على السبورة، بتخلي في الأرض درجة الحرارة عالية جدا جدا جدا. يبقى تاني يا جماعة، يبقى تاني، ثاني أكسيد الكربون بيعمل حاجة اسمها الأمطار الحامضية، وبيعمل كمان ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري، الحرارة بتحتبس جوه الأرض. لما غاز ثاني أكسيد الكربون بيزيد بيعمل حاجة اسمها طبقة في الغلاف الجوي. الطبقة ديت بتعمل ايه في درجة الحرارة؟ بتعليها ولا بتقللها؟ بتقللها، لا بتعليها، تعليها. بتعليها. مس درجة الحرارة مس بتعلى، هو ولما فيه درجة تنقل. الحرارة بتزيد الجو بيبقى حر ويولع ولا لأ؟ صح ايوه يا ولا لأ؟ مس، ما هو يا مس الشمس ودرجة الحرارة يا مس الكبيرة بتسبب يا مس حركة الأشجار. ولو هي يا مس كان في حتة زجاجة يا مس، فالزجاج يا مس هو اللي بيبقى السبب، عشان هو بيعكس ضوء الشمس. الله ينور يا إيه. فلما يبقى يمس تاني هو يا جماعة، يعكس ضوء الشمس، فضوء الشمس بيبقى أقوى. تمام يا حبيبي الله ينور. يبقى تاني يا جماعة، الاحتباس الحراري دي ظاهرة بتيجي نتيجة ارتفاع نسبة غاز ايه؟ ثاني أكسيد الكربون. والاحتباس الحراري ده بينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة ولا انخفاض درجة الحرارة؟ ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع الله ينور، ارتفاع درجة حرارة. يبقى تاني، مين قص المصايب؟ غاز اسمه ثاني أكسيد الكربون. 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 بينتج عنه حاجتين يا جماعة، أول حاجة اسمها الأمطار، الحمضية. 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 الأمطار الحامضية دي بتيجي نتيجة اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع إيه؟ ما البخار المائي. مع أنا مع بخار بخار الماء. الماء، مع مع بخار بخور الماء. الماء. طيب مع تاني بخور حاجة الماء. بيسببها غاز ثاني أكسيد الكربون يا جماعة، حاجة اسمها ظاهرة الاحتباس الإيه؟ الاحتباس الحراري. حراري. يبقى دي الحراري. بتيجي نتيجة حراري. مثلا. الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري بتيجي نتيجة ارتفاع نسبة غاز إيه؟ ثاني أكسيد ثاني أكسيد الكربون. ثاني الكربون، أكسيد الكربون. وبينتج عنها ارتفاع في إيه؟ درجة درجة الحرارة. الحرارة. الله ينور، درجة الحرارة بتاعة الأرض بتزيد فالدنيا بتبقى حر ولعة. فيها مشكلة؟ لا لا. يا مس. طب حبايبي طالما غاز ثاني أكسيد الكربون مسبب لنا المشاكل دي كلها، تفتكروا نعمل إيه عشان نقلل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون؟ ناخد الوقود الحيوي بدل الوقود. ايوه، عشرين هناخد الوقود ثلاثة. الحيوي بدل الوقود عشرين الحفري. ثلاثة طاقة. الله ينور حبايبي، إن إحنا أصلاً نوفر في الوقود، مش كل شوية عايزين طاقة نقوم احنا جايبين وقود حفري وحارقينه، واحنا كمان اصلا نخلي بالنا ونستهلك الطاقة بحدود، نعمل حاجة اسمها ترشيد استهلاك الطاقة، ان احنا نخلي بالنا من الطاقة بتاعتنا واحنا بنستخدمها. يبقى تاني يا جماعة، ان احنا نعمل حاجة اسمها ترشيد استهلاك لإيه؟ طاقة. 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 ولما احنا نقلل من الطاقة. استخدام الطاقة يبقى احنا هنقلل من استخدام الوقود الإيه؟ حفر. الحفر. فنسبة ثاني أكسيد الكربون هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. هتقل، هتقل. هتقل. الله ينور، يبقى تاني يا جماعة، يبقى تاني أعمل إيه عشان أتجنب الاحتباس الحراري والأمطار الحامضية؟ أعمل حاجة اسمها ترشيد استهلاك. ترشيد طاقة. استهلاك الطاقة. الطاقة. طاقة. هستخدم طاقة أقل، يبقى الوقود الحفري هستخدمه إيه هو كمان؟ أقل، ولما أساساً ما أحرقش أقل. وقود حفري كتير، هيبقى عندي ثاني أكسيد كربون كتير ولا لأ؟
لا 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 اكسيد قليل. الله ينور عليك. ولما يكون ثاني اكسيد الكربون قليل ولا يعمل لي امطار حامضيه ولا يعمل لي احتباس حراري والدنيا هتبقى زي الفل. طيب تعالوا كده نعرف ونقرا مع بعض ازاي ممكن نستهلك الطاقه، نعملها ترشيد استهلاك. اول حاجه بيقول لي ان احنا نقلل لما نيجي نعمل ترشيد استهلاك للطاقه ده احنا هيحصل لنا ايه، ايه المميزات اللي احنا هنستفادها. بيقول لي هنا اول حاجه ان الملوثات بتاعه البيئه هتقل. هو مش الطاقة ديت أو حرق الوقود بيخلي الملوثات تزيد؟ ايوه اه يبقى كده الملوثات هتقل ولا لأ بقى لما استهلك طاقة أقل؟ هتقل اه هتقل كمان هيحمينا من الإيه يا جماعة؟ على التلوث، التلوث. قيمة الله من ينور. التلوث. طب جماعة يلا بينا بقى الكل يفكر في السؤال ده، الكل يركز معايا. ماذا يحدث عند حرق الوقود الحفري وارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون؟ مش محتاجة تفكير يا يعني. طب هنقول يلا عايز حد يجاوبني. اوكي، طب الوقود هنحسب الطاقة الحمضية مع هيتحول الكربون هتحول طاقة حرارية. مس انت قلت ايه بيلوث مس؟ لو بيلوث غاز ثاني أكسيد كوكب الكربون الأرض زائد مس مس وبيزود الله ينور الاحتباس يمثل حياة سيزيد الله ينور. وموجة كل الحرارة اجاباتكم المتفاعلة. مظبوطه الله ينور، كل اجاباتكم مظبوطه حبايبي. لما اجي احرق الوقود الحفري غاز ثاني اكسيد الكربون هيزيد، فهيعمل حاجتين مهمين قوي، الامطار سقوط الامطار الحامضيه ظاهرة وظاهره اسمها الظاهر الاحتباس الايه الحراري. الحراري. طيب اتعلمنا حبايبي من الحاجات اللي فاتت كلها ان احنا على طول بنستخدم الوقود الحفري عشان نحصل على الطاقه الايه، متجددة كهرباء كهرباء تحصل كهربيه. على الكهرباء طيب واتفقنا مع بعض ان الوقود الحفري ده ليه اضرار ولا ليه لا نقرا ليه. حبايبي؟ ده غير ان هو ليه اضرار كمان، ان هو طاقه غير متجدده. يعني ايه غير متجدده؟ يعني يعني الطاقة اللي هي كهرباء. بنقعد كتير في استخدامها بس بتخلص بسرعة ايوه يا مس، الله ينور. يعني هتخلص، يعني لو احنا زي فضلنا النفط، نستخدمها كمان هتخلص بسرعه ولا لا؟ زي النفط هتخلص والبترول هتخلص بسرعه والفحم والغاز الطبيعي. الله ينور. طيب نعمل ايه علشان نحافظ على الوقود الحفري؟ ان احنا بس بس ان هو احنا زي من بنعمل عندي ايه عشان ترشيد نعمل ترشيد استهلاك استهلاك؟ حبايبي ازاي ركزوا معايا لو ان سمحت. احنا لا لا ركز معايا يا ادهم لو سمحت عشان الكل يسمع. اول حاجه ممكن اعملها عشان احافظ على الوقود الحفري، اول حاجه ان انا اساسا استخدم المشي او ان انا اركب عجله بدل ما انا استخدم سياره واستخدم وقود حفري، لا ابدله بالعجله او ابدله بالمشي. يا ناس تاني حاجه ممكن اعملها عدل كمان السكر الكهربائية. ان انا مش عايزه حد يتكلم لو سمحت، ان انا اطفي المصابيح واوفر في الكهرباء بعد ما استخدمها. تالت حاجه ممكن اعملها ان انا بدل ما استخدم الوقود الحفري استخدم الايه، الحاجات المتجدده، الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه زي المياه زي الرياح. كل دي حاجات بتوفر لي طاقه حصلي ايه يا جماعه؟ طب يا مس التربة. الحفري. طب التربة يعني ايه التربه؟ التربة كمان معهم يعني ايه التربه؟ مش فاهمه. التربة اللي احنا بنعمل فيها الفاكهة ايوه مالها يعني؟ مش مع الشمس والماء والرياح. التربه حبيبي احنا دلوقتي عايزين نوفر في الطاقه، عايزين نوفر في الطاقة فنعمل ايه؟ عايزين معلش نحافظ على الوقود الحفري فنعمل ايه؟ نعمل بدائل ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية، يعني بدل ما نستخدم الطاقة الكهربية نستخدم الطاقة الشمسية.